السلام عليكم. يوم الخميس، اضطرابات جوية قوية متواصلة على المملكة. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم. والمناطق المعنية يوم الخميس إن شاء الله وجدة والناظور والحسيمة وكذلك تطوان. أمطار متواصلة على المملكة وأمطار حاضر على توريت وغرسيف ومكناس، الخميسات، الرباط، من سليمان، الدار البيضاء، برشيد، القارة، أسطات، مع احتمال عواصف رعدية. أمطار حاضرة إن شاء الله على خنيفرة وخريب قاب. وابني بالله تزوج الشيخ وتشوم في تواميدلت وأزيل الأكادير بوعشيبة قلعة ستراغنا مراكش أوكيم دين أوزميزا تساقط التشجيع على تباينت وأوكيم دين وإملشيل. أمطار حاضرة على التلوين وأمطار معتدلة إلى ضعيفة على أسف خمسة الحاج واليوسفية، شيشاوة بن قرير وكذلك أولاد فرج الجديدة، أسطات، والقارة وبرشيد. أمطار حاضرة إن شاء الله على شمال أقاليم الجنوبية المملكة بعد تساقطات مطرية على الطرفية الميم وطنطان وتيزني تبقى ضعيفة محليا. خلال الفترة الليلية إن شاء الله وفترة بعد الزوال يتوقع أن تصبح هذه الأمطار غزيرة جدا، خصوصا على الحوز وخريبقة، إذاب الفوسفات والحاملة إن شاء الله. أمطار وثلوج كثيفة على المرتفعات، الأطلس، على تونفيت وإيمل شيل وكذلك تبانت، وأمطار حاضر على كيمدن مع تساقطات رعدية غزيرة قوية محليا. أمطار حاضر سكون مداز وإفران والماس وكذلك الرماني والخميسات والرباط، الدار البيضاء، بن سليمان، القارة، برشيد، خنيفرة وكذلك زاوية الشيخ وابن ملال، قلعة ستراغنا، أكادير بوعشيبة، مراكش، أوكيمدن، أوزميز، إيمن تانوت وكذلك تينغير وتليوين وإشباها، وكذلك أمطار حاضر على إيمن تانوت والصويرة والجديدة والدار البيضاء وتساقطات ضعيفة على تيزنيت. الفترة الليلية يتوقع استمرار الأمطار العاصفية وكذلك التساقطات الثلجية على بن قرير ومراكش وقلعة ستراغنا، سيدي بوعشمن، أكادير بوعشيبة، شيشاوة، وواتزم، خنيفرة، خريبقة، زاوية الشيخ والماس، كذلك سكورة مداز، وأوطاد الحاج، وفاس، وقرية محمد، سيدي سليمان، وكذلك وزان، ومكناس، وكذلك مرتفعات الأطلس. خلال يوم الجمعة اضطرابات متواصلة كذلك على شمال المملكة، لكن تبقى نسبيا ضعيفة مع تقدم أمطار أخرى سوف تدخل إلى المملكة خلال الأيام القادمة إن شاء الله. كما سوف نريكم المناطق المعنية كذلك ليوم الاثنين بعد التساقطات المطرية والاضطرابات إن شاء الله. يوم الثلاثاء يتوقع بإذن الله اعتماد وتقوى احتمالية عودة الاضطرابات الجوية على المرتفعات وكذلك على الجهة الشرقية والجهة المتوسطية ومرتفعات الريف، مع احتمالية اضطرابات جوية خلال الأيام القادمة وخصوصا يوم الخميس. اضطرابات جوية معتبرة ورعدية سوف تستدور المملكة. أمطار معتبرة وغزيرة إن شاء الله كذلك يتوقع بإذن الله عودتها يوم الأحد إن شاء الله كما تشاهدون أخوة الأعزاء. اضطرابات جوية قوية يوم الأحد، دخول منخفض جوي آخر محمل بأمطار عاصفية خصوصا على المناطق الشمال الشرقي والجهة الشرقية وكذلك الجهة المتوسطية ومرتفعات الأطلس والمناطق الوسط الداخلية بإذن الله كما تشاهد. اضطرابات جوية عاصفية إن شاء الله يوم الأحد المقبل، كذلك إن شاء الله عودة اضطرابات